شي بروكولي شي جزر مع صوص البشاميل فوق حبات الكوردون بلو. اما الجبنه يا ويل قلبي انا هاي قمه الاحراج. هو هيك من هدول الاكابر خواجه يعني من فصد فرنسا وسويسرا. سر من اسرار المهنه او المطاعم السوريه. مرحبا كيفكم يا غوالي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نعمل مع بعض كوردون بلو. بس شو كوردون بلو؟ شغل ابراتب يعني شيء مثل المطاعم السوريه، وحاعملكم كمان الطريقه الاصليه. بعرف ايه، الله يبارك فيكم على المريول الجديد. ما لك الله وكيلكم بالمنام، من يومين طلع لي المريول القديم اللي بوس ايدك شلحني. والله تعبت. شرفوا معي هلا، خلينا نبلش. رح بلش لكم اول شيء بالطريقه الاصليه الاوريجينال. يعني عندي صدر دجاج، وزن صدر الدجاج هذا 300 جرام. نحن من صدر دجاج واحد رح نعمل كوردون بلو بطريقتين. اول شيء بنقلبه على ظهره هيك، بنشوف عندنا هون الفتيله، بنسحب هاي البيضه وبنسحب الفتيله لحالها، بنسطح هيك الصدر، بتشوفوه انه من هون رقيق ومن هون سميك. فنحن شو بنساوي؟ بنحط سكينتنا هيك وبنسحب السماكه هي، بنخليه كله مستوى واحد هيك بهذا الشكل. بدنا نشرحه، نعمل له شيء بسموه بتر فلاي، يعني بصير شكله مثل الفراشه. بنسطحه هيك بهذا الشكل، نمسك السكين تبعنا هيك، السكين لازم تكون حده، بنشرحه بحيث انه ما يفصل معنا، يعني بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين.